سعيد بوطالب، انت لاعب جزائري كنت في البطوله التونسيه في بدايه التسعينات، اليوم قابلت الجيل اللي كورت معه لطفي الرويسي، فوزي الرويسي، حسني الزواوي، لعبت في النادي الافريقي ولعبت في النادي الرياضي البنزرتي. بالفعل بون، السلام عليكم، نحيي الشعب التونسي والشعب الجزائري، راني في بلادي الثانيه اللي هي تونس، ونحيي بالخصوص احباء النادي الافريقي واحباء النادي البنزرتي اللي نحبهم ونعزهم، اللي وين فوت هي مات ما شاء الله. وش نقول؟ نقول راني فرحان اللي جيت هنا لتونس، عاودت رجعت لبلادي الثانيه كما قلت، وبمناسبه عيد الاستقلال عيد 5 جويلية نحييو المجاهدين ونقول الله يرحم الشهداء، وان شاء الله ان شاء الله يعني سعيد جدا بوجودي في تونس باش نمثلوا اللاعبين القدامى تاع المنتخب الجزائري في هذه المقابله الشيقه. وكما قلت انت، انا شفت لاعبين لعبوا معايا في النادي الافريقي والنادي البنزرتي، ياكلوا فوتبول كيفي سا، اللي يعاود يلاقي الاخوان والمحبه ما بين لي زونسيان جوار. وان شاء الله دوتر رونكونتر ان شاء الله كيما هادو، واللي تكون فيها الموده والاخوه. تجربتك في تونس شنو قعدت تتذكر منها؟ شو والله سانسيرمون، تونس بلاد شابه، بلاد سياحيه، ناسها كرامة. واش نقعد واش بالك الذكرى المليحه اللي نقدر نقولها لك؟ اني عرفت الرجال في تونس، وهما ثاني عرفوا راجل الجيريان، ربي يهنيك خويا العزيز. اليوم المنتخب الجزائري بعيد على المونديال، هذا خلى حسره كبيره في صفوف الجماهير في الجزائر. شوف، نظن انه المنتخب الجزائري على العموم ادى مشوار جيد في كاس العالم في التصفيات، ولكن نقولوا كاس افريقيا جاز اكوتي، ولكن هذه هي كره القدم، لازم نصحوا اخطائنا باش ان شاء الله نعاودوا نرجعوا الكوب دي موند الجايه ان شاء الله نتاهلوا. وكذلك ما ننساوش انه احنا كجزائريين فريق تونسي راح نساندوه ان شاء الله قلبا وقالبا.